سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا في احسن الاحوال، ومعكم ربيعه في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هذه الشمعه الواعره، الشمعه الغزاله الخطيره بزاف. هذه الشمعه هذه ديال الجلب، بزاف ديال البنات طلبوا مني الجلب هذه الايام هذه. البنات اللي باغيين الجلب في هذا رمضان ما عليكم الا بهاد الشمعه، خطيره خطيره خطيره، وعاد تفكروني عليها وعاد تدعوا معايا على هاد الشمعه هذه، خاصه بالجلب ديال الحبيب العنيد ولا الغضبان ولا البعيد ولا الزوج ولا اي شخص عندك معاه العلاقه وعنيد معاك وقلب عليك وجهه، عليك بهاد الشمعه المجربه الخاصه بهاد رمضان المبارك. وبالنسبه لي انا احسن جلب بان لي نزلوا لكم هو جلب ديال هاد الشمعه، والله العظيم خطيره واعره، غتحماقوا عليها البنات انا متاكده. والطريقه ديالها سهله وبسيطه، والمكونات ديالها حتى هي سهله وبسيطه ومتوفره، فقط تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تنساوش البنات اللايكات والبارطاج والتعاليق الغزاله ديالكم كيف العاده. عفاكم البنات، اي وحده ولا اي واحد حتى رجال تيتبعوني عفاكم ديروا لايك للفيديو فضلا منكم باش تشجعوني وباش الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن ديال المشاهدات. بلا ما نطول عليكم حبيباتي، الرقم ديال الواتساب هو اللي يطلع قدامكم، وبلا ما نطول عليكم غادي تاخدوها البنات. اول حاجة غادي نجيبوها، اتجيبو شمعة عادية، شمعة اما مربعة ولا دائرية، واللون ديالها يكون ابيض، شرط انها تكون بيضة، اما صغيرة اما متوسطة، الحجم ديالها صغير ولا متوسط، ما ديروش الحجم الكبير، اما صغيرة اما متوسطة، مربعة ولا دائرية ما كاينش مشكل، واللون ديالها يكون ابيض وخلاص. الشروط ديال الشمع راه كاملين المتتبعات ديالي عارفينهم، يعني غير بالنسبة للبنات اللي دخلوا جداد. الشمع ما يكونش متقب، ما يكونش مسخ، ما يكونش معوج، باش الشمع تيصدق ليكم. الا كان الشمع فيه هادشي راه ما تيصدقش البنات، ما تكونش الشمعة مهرسة ولا مشقة، حاولوا تكون الشمعة اللي مزيانة. صافي البنات، وكتجيبوا واحد شويه ديال الزيت الروميه، يعني زيت الطبخ، زيت العاديه ماشي زيت العود، زيت العاديه اللي كطبخوا بها، وشويه ديال العرعار، واحد العفينه صغيره، واحد الكميه ديال العرعار. صافي هادشي اللي غنحتاجوا للشمعه ديالنا. اول حاجه تنديروها هي تجيبوا العرعار وتدقوه في الدار، يعني كتجيبوه وتدقوه اما بالمهراز، اما البنات اللي ما عندهمش المهراز الخشب ولا النحاس ولا اي حاجه، البنات اللي ما عندهمش المهراز تقدروا ديروه غير في شي تويب وديروه غير حجره وتدقوه، يعني المهم انكم تدقوه بيديكم، ما تطحنوش في الماكينه، المهم انه يدق باليد وانتم تتقولوا. انت تدقي العرعار، يعني حاولوا تنقيوها البنات الا فيه شي عويدات بحال هكا كبارين ولا هذا تحيدوهم، يبقاو غير دوك العويدات ديالو الصغار ديال العرعار الاصليين، وتبداو تدقوا وانتوما تتقولي جيب سيدك ولا نزيدك، انت تدقي وتتقولي جيب سيدك ولا نزيدك، جيب سيدك ولا نزيدك. حاولوا البنات ما يكونش حداكم صداع، ما تكونوش تدقوا وتتصاوبوا الوصفه وانتوما تتهضروا مع شي حد، حاولوا تكونوا بوحدكم وتكونوا مركزين. واخا يكون معكم البنات شي حد في الدار، حاولوا تسدوا عليكم في شي بيت بوحدكم، وتكونسونطراو مع الوصفه وركزوا مع الوصفه، تتصاوبوها على خاطركم وفي الهدوء وتكونوا عاطينها وقتها. كيف قلت لكم البنات، كتدقي وانت كتقولي جيب سيدك ولا نزيدك، جيب سيدك ولا نزيدك، جيب سيدك ولا نزيدك، تتحسوا به بدا تيتهرس لكم هاد العرعار وتيدق، هو راه دغيا تيدق، ماشي وماشي ضروري يولي بودر، واخا يكون باقي مفرشش غير دقوا دقوا دقوا، وخلي واخا يبقى حرش ماشي مشكل. صافي البنات، ملي تحسوا براسكم عييتوا صافي حيدوا، وغتجيبوا الشمعه ديالكم. الشمعه البنات باش تندهنوها فقط بشويه ديال الزويته روميه، فقط زيت الروميه، زيت الروميه هي زيت الطبخ، بالنسبه للبنات اللي ماشي مغربيات هي زيت الطبخ، زيت اللي تنطيبوا بها. تدهنوها الشمعه مزيان بالزيت زويته غير واحد شويه، وتتجيبوا العرعار اللي دقيتوه، نتوما كتقراو عليه تتقولوا جيب سيدك ولا نزيدك،
وتتشدوه وتترشوه على الشمعة من بعد ما كتكونوا دهنتوها بالزيت، ولا كتمرمدوها هكا، المهم ان داك الزيت يلصق فيه العرعر. نتمنى تكونوا فهمتوا عليا الطريقه. اما غتهزوا بيديكم وترشوا عليها، اما غتاخدوها وتحطوها في داك الطبيصل ولا اي حاجه درتوا فيها العرعر اللي دقيتو وتمرمدوها هكا، تفندوها في هذاك العرعر، صافي كيولي لاصق فيها هكا. وتجيبوها وتتشعلوها، تتشعلوها البنات، مي كتشعلوها في واحد البلايصه اللي كتمسحوها، بلايصه نقيه خلاص اللي تتشعلوا فيها الشمع، تتشعلوها وتتقولوا هاد القرايه، يعني كتقراو عليها هاد العزيمه هادي. شنو كتقولوها البنات؟ انت العرعار اللي تشعل في القلوب النار، خلي فلان ولد فلانه عقله محتار، ما يعرف الليل من النهار، على فلانه بنت فلانه يتسطى ويجيها حتى للدار. هذه هي العزيمه ديال هاد الشمعه هادي، من بعد ما كنشعلوها كنقراو عليها هاد العزيمه 7 ديال المرات، وكنخليوها شاعله حتى تطفى على خاطرها. نعاود لكم القرايه البنات، انت العرعار اللي تشعل في القلوب النار، خلي فلان ولد فلانه عقله محتار، ما يعرف الليل من النهار، على فلانه بنت فلانه يتسطى ويجيها حتى للدار. هذه هي القرايه البنات اللي كتقولوا سهله، انت العرعار اللي تشعل في القلوب النار، خلي فلان ولد فلانه عقله محتار، ما يعرف الليل من النهار، على فلانه بنت فلانه يتسطى ويجيها حتى للدار. والشمعه خلاص تتكون شاعله، وانتم كتقراو عليها القرايه 7 ديال المرات. هاد الشمعه هادي البنات تقدروا ديروها في النهار، تقدروا ديروها في الليل، يعني اللي بغيتو واللي حبيتو، اللي بغيتو. البنات اللي كيقولوا لي رمضان ما كتصدقش فيه الخدمه، انا تنقول لكم العكس البنات، جربوا 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 واحد حكموا، يعني الا قلتوا رمضان فيش الخدمه جربوا وشوفوا. رمضان تتصدق فيه الوصفات اكثر من الايام العاديه. شنو اللي ما كيصدقش في رمضان؟ هما الاعمال ديال الخيوبه، هما الكراهيه، هما التفريقه والبغضاء، ومهم الاسحار الخايبين، الخيوبه بصفه عامه هي اللي ما كتصدقش في رمضان. اما الجلب المحبه والتهيج، ومهم اي عمل فيه الجلب وفيه الملاقيه، كله راه تيخدم في رمضان. وهاد الشمعه هادي البنات ما عندهاش توقيت، يعني ديروها في اي وقت بغيتوا بحال اللي قلت لكم، وما عندهاش شرط ديال الطهاره، تقدروا ديروها واخا ما تكونوش البنات اللي ماشي على طهاره، تقدروا تصايبوها، يعني اي وحده فيكم تصايب هاد الشمعه، يعني وفي اي وقت. هذا هو اللي زوين في هاد الشمعه هادي، احسن شمعه ممكن ديروها في هاد رمضان، ماشي غير في الاوائل، تقدروا ديروها حتى في الاواخر تاع رمضان، ولا في الوسط، ولا في اي وقت، اي وقت مناسبكم. يعني شمعه خاصه بهاد الشهر هذا، وغزاله غزاله غزاله والله العظيم البنات، ما نعطيها حقها واخا نعيا ما نشكرها، نتوما اللي عطبقوها بنفوسكم. شرط النيه النيه النيه، بحال تنقول لكم دائما اي عمل واي خدمه خدمتوها تكونوا دايرين فيها النيه، ويكون عندكم واحد اليقين في قلبكم بالاجابه. وهذا الشيء اللي كان في هذا الفيديو، شكرا لكم بزاف بزاف على التتبع، على التفاعل ديالكم. السلام عليكم، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.